مشاهدينا مرحبا بكم في بث جديد ومباشر على قناتكم شوف تي في. من هذه المره جلسه فنيه مع واحد الفنان اللي كتبغيوه كاملين، ممثل سينمائي مشهور عنده اعمال تلفزيونيه كبيره. هو بدا بالسينما، اشتهر في السينما، من بعد داز للتلفزيون، وهذه المره ولا مغني وخد تجربه ديال الغناء. معنا انس الباز. سيدي انس مرحبا بك. بارك الله فيك ماها، شكرا على الاستضافه. الله يبارك فيك، شكرا حيت شرفتينا في البلاطو. بارك الله فيك. الله يطول لي عمرك. مشاهدينا، انس، اولا قبل ما نبداو نوضحوا للمشاهدين الكرام ان الحساب ديالك فيسبوك تهكر تبيغاتا من طرف واحد المتحول جنسي من كمبوديا. كمبوديا اللي كيلبس اللباس ديال البنات وكيدير اشهار داكشي ديالو. دونك جات مع الاسف هاد يعني هاد التهكير ديال هاد الحساب جا مع الاوج ديال انس الباس. زعما مع الاغنيه، ولكن ماشي مشكل. حنا دابا يعني الحمد لله كنحاولوا نسترجعوا الحساب، لان كنت فيريفيتو بالباسبور ديالي، دونك نورمالمون ما يكونش المشكل. وفي نفس الوقت واحد السيد حتى هو دار واحد الشانيل في اليوتيوب سماه انس الباز اوفيسيال، ما عرفتش شكون اللي دار هادشي، وخذا ليا لا فيديو حتى هو، راه تسينيال حتى هو، وهذا هو اللي كاين. دونك هذا غير تنبيه للمشاهدين الكرام، حتى باش تكون انت كتخلي مسؤوليتك من اي حاجه غير لائقه او لا ما مناسبهش جمهورك اللي كيحترمك واللي كيعرفك انك انسان في المستوى ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. لا زعما تيبقى هذا في الدومين ديال لي دووا دوتور، حقوق التاليف، ويعني ان شاء الله غادي يكون خير وغادي يحيدوهم باذن الله. ان شاء الله. سيدي انس مبروك عليك البنوته واخا ما عطلا شويه، حيت يلاه نورتينا دابا. الله يحفظك. الله. شنو غيرات دينا في حياه انس الباز؟ غيرات كل شيء. تجربه الابوه جديده كيفاش كانت؟ فرحه كبيره، وهي الاميره ديالي دابا في الوقيته هذه. الله يخليها لي. الله يبارك فيك، امين. وانا فرحان بزاف. مسؤوليه كبيره وفرحه كبيره، والفرحه كتغلب على الخلعه. الله يحفظها لك يا ربي. سيدي انس، مع الولاده ديال البنوته ديالك كان طراو داروا راجوا واحد الشائعات على ان طريقه الاحتفال ديالك على طريقه الملكيه اثرت واحد الزبعه كبيره في مواقع التواصل، وقالوا بان تم استدعاء انس الباز من طرف المصالح الامنيه. عفوا نكمل الجمله. كنظن ما كاين حتى شي حاجه، لان اولا كذبه، ما استدعاني حتى شي واحد الحمد لله. وكانت هي العقيقه ديال بنتي، ياك عقيقه ديالي اكزاكتومون. اسبوع ديال بنتي ولا العقيقه كان في يعني في الدار ديالنا، ماشي في الدار البيضاء، في الرباط، دار والديه. وبخبار السلطات، وكان يعني ما كان حتى شي مشكل. مالوغوزمون حنا اوني دي بيرسوناج بيبليك، اي واحد يقدر يقول عليك اي حاجه، وغادي تمشي وخاصك المحاكم وخاصك المحامي وخاصك تقول لي علاش. خلي اي واحد بغى يقول شي حاجه يقولها. الله ينصر سيدنا والله يخلي علينا، وهذا هو اللي كاين. كل واحد فينا حر يحتفل في الطريقه اللي بغى. ماشي حر، انا صراحه ما كان عندي حتى شي دخل في هذا الشيء. ماشي كنقول هادشي زعما باش نحيد لا ريسبونسابيلتي، انا كنقول زعما صراحه كنت في الدار البيضاء وكنت غنمشي للرباط ندير هادشي، وجات يعني شركه اي واحد يقدر يمشي في الرباط يخلصها غيديروا لي نفس المراسم. انا ديال تنظيم حفلات ديال يعني ما تدخلش في كيفاش، واش غنجيب لي زار، واش غندير هادي، واش غندير هذا. تبهرت يعني، ما حس انا فهمت والو، ما كنتش كنتظر كاع رد الفعل كامل. هاد الضجه اللي يقدر يكون كنت يعني في واحد الصيغه واحده اخرى يعجبني الحال ونقول هذا بوز وهذا هذا، مي كنت نفضل يكون بوز ديال شي فيلم ولا شي حاجه، شي بروجي ولا شي حاجه. الحمد لله اللي كما ولفتينا كي فو لا بين، لهذا ما جاوبت ما درت. هذا توضيح للمشاهدين الكرام حول هذه الضجه هذه، بما اننا مع سي انس. من التجربه ديال التمثيل من سينما للتلفزيون لتجربه الغناء، كيفاش جات الفكره سيدي انس؟ لا تيليفزيون هي ما تختارهاش، هي اللي كتختارك، لان والعمل ديالها تيكون بيان سور بلو شويه بلو بريسيبيتي على السينما. كما كتعرف الافلام السينمائيه كناخذوا الوقت، اون ريبيت بوندون 6 شهور ولا 3 شهور، كنتعرفوا على الممثلين، تنعيشوا معاهم، تناخذوا الوقت ديالنا. في المسلسلات التلفزيونيه خاصك ليفري، دونك تنظن المنتجين خاصهم يصوروا بواحد الطريقه سريعه. كنتمنى مع ذلك كتكون يعني واخا هكاك لاكاليتي ما تكونش يعني ناقصه. كنسلم بزاف على السي علي المجبود المخرج ديال هينا، امين منى المخرج ديال الكليب ديالي تبارك الله عليه، تحيات سي امين منى وتحيات سي علي المجبود، يونس شحطمان، دي جي فودال هو الاغنيه.
كيف كانوا كيف كانت كيف كانت بدا الفكره ديال ان واحد النجوميه ساحقه ديال انس الباز في التمثيل اللي كلشي كيعرفو كلشي كيهضر عليه ما شاء الله اعمال كبيره وضخمه فمع هاد النجوميه مشى انس للغناء ماشي مشى هو صراحه كانت الكوفيد فيها بزاف ديال المنافع ليا انا اولا ولدت يعني من الناس القلال اللي 2020 كانت عندهم زوينه الحمد لله يعني اول مره اب فرحت بزاف ثانيا اول يعني فوقيت الكوفيد ما كاينش يعني ما كاين ما يدار دونك كانت تضطر الموسيقى اوبليجي هو صراحه شويه قبل لان كنت بدر اللي قلت له دابا دي جي فودا اللي خلط علينا هو صديق ديالي من الصغر كنت كنعرفو من 13 14 عام كنا كنغنيو في البتيكول مع الدراري اللي تيقراو في البتيكولاج في الرباط راه غيخلط علينا دابا شويه هو سي شحتمان دونك كانت من الصغر ديالي من بعد نسيت هاد القضيه وخويا الله يخلي لي عصام الباز اللي هو المنتج ديال فيك نسال راد برودكسيون هو اللي هادي واحد عامين سنين قال لي خاصك تخدم مع بدر بدر راه باقي كيدير داكشي ديال الموسيقى خاصك انا في الاول ضحكت كنقول ويلي واش هذا بنيته كنغنيو اي ام وداكشي اللي غاب فرونسي وداكشي دونك ما تقتش اونسويت تلاقينا سمعت داكشي اللي كيسمع وعجبني صراحه عجبني عجبني لان شفت واحد لا مانيير دو ترافاي واحد يعني ارتحيت لداك الموسيقى ديالو بدينا هكا الخدمه الاغنيه الاولى الاغنيه الثالثه الثانيه وهذه دونك ديجا كاين رصيد ديال الاغاني يلاه كاين شي حاجه كاين جديد ان شاء الله هذا حصري على قناه شوف تي في انا تلباز عنده اغاني اخرين غادي يطلع غير وكان اوفيت اللي تتخدم بحال هكا تدير واحد 6 ولا 7 الاغاني ولا 5 وكتبقى تقول غنخرج هذه هي الاولى لا بلاتي هذه ما تعجبش الناس لان فيها هذا وهذا بلاتي وكانت فيك نسال اول وحده اللي تختارت انها تخرج فيها كنظن رومانتيك فيها واحد الرساله لحبيبه القلب ولا الانسان اللي تيكون تتبغيه فوالا كتبغيه دونك مزيان تبدا بها كان يمكن نبدا بواحد اخرين اللي فيهم ان اوتر سوجي مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي كنشوفوا مشاهدات الحمد لله الناس الحمد لله كما قلت لك واخا كانوا صعوبات بالنسبه للهاكينغ اللي مشى ليا الفيسبوك كان يمكن ندير به شويه الاشهار نزيد لي فيو لا فيديو اللي تشفرات وكتحسب على السيد فعاود ما تحسب لينا حنايا مي الحمد لله زعما غادي تحل المشكل ان شاء الله ان شاء الله سي انس درتي واحد الخرجه قلتي بان الناس اللي ما عجبتهمش الاغنيه ما يدخلوش يتفرجوا فيها وبان الفنانين اللي ما دعمونيش واللي ما شجعوش انس في الغناء راهم معروفين ولا لا 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 ماشي معروفين لا 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 انا كنت شويه منفعل في هذيك الفيديو وما كانش عليا نديرها صراحه مي بقى فيا الحال حيت بزاف ديال الفنانه ما عزيزش علي عاود نقول انا نقول هذه القضيه ديال وقفت معاهم انت شوف راه ربي واش هذا عرفت شي واحد ما تيوقف مع شي واحد وتيقول لك نو اكسبكتيشن نو ديزابوينتمنت علاش مثلا انا غنتسناك ديري ليا الاشهار ونتسناك تبوستي ليا وتبوستي وما غاديريش غادي يطلع لي الدم انا راه لا فوت مني ماشي منك حيت انا اي اكسبكت شي حاجه انا راسي كنتسناك ديريها ما درتيهاش وطلع لي الدم انا لا ما عنديش الحق ما عنديش الحق ندير راسي في بلاصه الناس ونقول علاش ما دار لياش علاش الوغ كو هو مثلا طلب ليا ندير ليه مثلا سوايب اب ولا ندير ليه الاغنيه ديالو في ياماتو ودرتها ليه بزاف د المرات ماشي اوتوماتيكمون هو حتى هو يقبل يقدر يقول لي ما عجبتنيش الاغنيه يقدر هذه حقو بيان سيغ ولكن كتبقى ربما هذا عرف بين الفنانين خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الموجه هذه الجديده ديال الفنانين وكذا بان كاين واحد التشجيع بيناتكم شفتي يكون ان افي دو تروبو تنقولوا ان افي دو تروبو دابا الاغنيه يلاه خرجت باقي ما تشافتش بزاف ان شاء الله حنا يلاه بادين كنقول لك درنا هادشي غير ضحك ماشي في الاول يعني بدينا غير ضحك وتعاود تلاقينا سبحان الله دونك الناس مثلا ما غاديش ياخذوا لو ريسك وكاين اللي غيدخل مثلا غتبان لي غير 20000 ولا غتبان لي 30000 ولا خاص يعني نعاودوا نهضروا على نشوف واحد الشهر ولا من دابا شهر ولا شهرين من تبان لا شونسون يشوفوها الناس كل واحد ديك الساعه شنو غي مي بزاف ديال الناس ما كيتيقوش تيقول علاش انا مثلا نقدر ندير لي اشهار ويصدق دير شي فضيحه ولا ما تصدق ليش ولا هادي بون الله يربحهم هادي شي مشكل انا باش قلت اللي قلت انني اللي مثلا كيقول هادشي عيان هادشي ما مزيانش حيد من هادشي رجع التمثيل ولا هادي لا داعي تفرج الا كان ما عجبوش يمشي شي حاجه اخرى علاش قلت هاد القضيه هادي لان انا هو نكمل في التمثيل وفي الغناء
بجوج. التمثيل علاش؟ لان في قلب في قلبي في عقلي كطفل صغير كنت شفت وكنقولها وكنعاود، لان انا ديما الاجوبه ديالي عاود نقول انا كيبقى هما ما تنكذبش. هذا دليل انك صادق معهم. داتني الوالده ديالي اللي تنسلم عليها بزاف تحيه، واللي في قلبي بيان سيغ الله يخلي عليك يا ربي. الام ديالي كانت داتني المسرح محمد الخامس وكان في عمري 9 سنين ولا 10 سنين هي تعقل على هذا الشيء، وكنت شفت محمد الجم في الخشبه وكنت شفتهم مطالعين هكا في الرجل والذي دايرين المكياج لابسين، وقلت واه بحال هذه الخدمه زوينه هذه. طفل كنت طفل يعني، كل مره شنو، مره طبيب مره هذه، دونك عجبتني الخدمه. بقى داك الشيء في العقل ديالي. وصلنا ل 2017 يا ربي، وصلت 17 18 العام فاش توجهت لفرنسا باش غندير الباك ديالي. ودرت العام الاول ديال الكوميرس في صوفيا أنتيبولي، عرفت راسي ما مديرش الكوميرس. فهاد الوقيته اللي عرفت راسي انا ما نديرش الكوميرس، اش ندير؟ تنسلت من القرايه وكاين تما واحد الغابه وتنبقى نغني وكنتخيل ان داك الشجر هو، حيت كنت كنحشم يعني كان الجمهور تنقول وتنبكي تنقول ما عمرك غتغني يعني. بقات ديك الغالي اللي كيعرف السول ميوزيك هذا غادي يفهمني. اول فور وان لي زاني 90، بقات هذيك الغريزه. ولكن كما قلت لك في العقل ديالي كطفل التمثيل، علاش اختاري التمثيل؟ لان التمثيل خدمه. هذا كطفل التمثيل غادي تحفظ، غادي تفيق مع 6 الصباح، غادي تهادي، غادي تريبيتي، غادي بوغ موا مغني ديك الساعه تنقول اي واحد يقدر يغني، دير بعدا خدمه وهادي خليها تقدر ديرها من بعد الا وصلتي درتي خدمه. ديجا كنت تمثيل ديك الساعه، راه ماشي اي واحد غيقول لك سير دير التمثيل. بزاف الناس يقولوا لي راه هادشي راه ما يصلح ليكش، دير صاحبي طبيب ولا دير شي حاجه ولا دونك زيد الغناء. بوغ الغناء بوغ مره صعيبه، الحمد لله يسر لي الله في التمثيل الحمد لله. دابا نقدر نقول انا ثلاثه ديال لي سوبميشنز ديال الاوسكار مع كازانيغرا بيرناوت وهذا العام السيد المجهول، دونك الحمد لله نقدر نتطرق للغناء يعني نقدر عندي حققتي تبتي رجلك في التمثيل نحو الحلم ديال الطفوله اللي هو الغناء. كيفاش دخل انس الباز للتمثيل؟ حنا كنعرفوا بان اول عمل اللي كان عمل سينمائي اللي هي كازا نيغرا، انا ذاك اللي حققت واحد البوز كبير في هذا، لانها طفره في السينما المغربيه، السينما السوداء مع نور الدين الخماري. واش نور الدين الخماري اليوم عنده شي فضل لدخول انس الباز للسينما؟ الفضل ديالو كبير بزاف. نجاوبك بعد السؤال. التمثيل دخلت له حيت كما قلت لك كنت في صوفيا أنتيبوليس وكنت كندرس تجارة وما عجبنيش الحال وعرفت راسي ما مديرش لذاك الشيء. وكان الوالد ديالي الله يذكره بخير قال لي يا ولدي انت ما مدير يعني شنو باغي دير؟ قلت له انا هادشي الكوميرس ما غاديش 8 12 2 6 والحفاظه وداك الشيء ما غاديش نقدر. قال لي شنو بغيتي دير؟ قلت له راه هادشي اللي باغي ندير، باسكو كنت شفت جيمس ديال الافلام ديالو عجبوني بزاف تبهرت به. قلت هذا كيفاش في الخمسينات مات وانا في 2001 نتفرج فيه فان ديالو 50 عام من بعد، يعني خلى واحد البصمه جيمس دين في السينما هو احسن ممثل دار ثلاثه الافلام. دونك قلت انا بغيت بحال هكا واخا نمشي من بعد الناس يبقاو يفكروني يبقاو هذا يشوفوا الافلام ديالي هذا. دونك اون فوا سولني الوالدي قلت له هادشي اللي بغيت ندير راه ما كاينش المدرسه ديالو، وساعدني بزاف الوالد لان قال لي ما يمكنش، قال لي يا ولدي اي حاجه راه عندها المدرسه ديالها، قال لي غير قلب في داك الانترنت ديالكم. قال لي راه هي باش توجهت لباريس في الاول في ليكار ليكول انترناسيونال دو كرياسيون اوديوفيزيوال اي دو رياليزاسيون، درست شويه السينما وموراها تلاقيت بعمي سبحان الله اللي هو خو الوالد اللي مجوج فرنسيه كريستيان. وقال لي كيسك بوكو تي هو تيسكن في ليون، قال لي تو فو فير كو جو فير اكتور، قال لي يفو فير لي كور فلورون، قال لي سي لا ميور ايكول عندنا في فرنسا هي باش توجه الكوف لوغون. دونك انس عنده تكوين في مجال السينما. لا عندي ديبلوم ديال كوف لوغون الحمد لله. ساليت جيت تلاقيت واحد الصديق ديالي هشام حجي اللي وجهني سبحان الله هذاك الشيء سبحان الله، قال لي عندي كاين واحد السيد عنده واحد الفيلم كازا نيغرا راه كيقلب على ممثل، قدم لي نور الدين الخماري، دوز الكاستينغ طاق قال لهم هذا هو اللي بغيت. وكانت هذيك هي الدفعه الاولى ديال انس ونجاح باهر، اول مره غيكون عندنا ستار ديال السينما ربما اللي خلى الناس كاملين كتهضر عليه. واش ما كانش تخوف انا ذاك بحكم الضجه اللي خلق كازا نيغرا من ناحيه الجراه في الطرح في المواضيع من ناحيه كان تخوف وكانت تخوف وكانت تلفه
كنظن انا وعمر كنا تالفين باسكو ديك الجرأة اللي كانت في الفيلم بداك الهدف كنقولوا واش غيخرج هذا الشيء ما غيخرجش واش غيقبلوه المغاربه لا يعني ما كان ماشي تخوف مي ما كناش كنتسناو بحال ما كتسناش كاع الفيلم يخرج لان واحد الساعه صافي كتدخل فيه يعني اللام ديالك كتدخل فيه بحال اخر حاجه غدير في حياتك دونك ما يمكن ما عندكش نطاق ديال لا فوت ما يمكنلكش دير اون فوت خاصك دير شي حاجه اللي هي تكون زوينه وتكون بارفيت نتمنى ان شاء الله يعني العقبه الاعمال الجايه ان شاء الله ان شاء الله نفس النجاح اللي حققتها كازا نيغرا واللي حققها برنا علاش لا واللي غيحققها ان شاء الله سيد مجهول ان شاء الله احنا جايين يعني باش نهضروا على اعمالك السينمائيه اللي مشيتي بها الاوسكار وهذا فخر المغرب ماشي مشيت بها الاوسكار لا فيلم فوالا خاصنا نوضحوا واحد القضيه هذه سوبميشن كتسمى سوبميشن يعني كل عام كل بلاد عنده فيلم اللي تختار ديال اللي كيمثل البلاد ديالو الان منين كدي تختار داك الفيلم كتسمى سوبميشن انا عندي 3 سوبميشن عندي كازا نيغرا بيرناوت والسيد المجهول اللي ما تعرفوش الناس نهضروا لهم عليه شويه هو في واحد الفيلم سينمائي من اخراج علاء الدين الجم هو فيلم سينمائي جديد باقي ما تطرحش اللي لعب فيه انس الباس دور لو دوكتور كنوجه ليه السلام ديالي تبارك الله عليك لان كنا في كان قبل الكوفيد 2019 كنا في اون كومبيتيسيون كنا في ان سيرتان ريغار عنده بزاف ديال لو طالون داك السيد تبارك الله عليه كنوجه ليه السلام ديالي هو الزوجه ديالو فرانشيسكا الايطاليه مرحبا كيفاش كان الدور ديالك في الفيلم احنا عرفنا بانه فيلم موضوع الطرح ديالو جديد على المغاربه دور ديال انس الباز بشخصيه مختلفه على هذاك الشيء اللي كيعرفوا عليه الجمهور قربنا شويه منه ونعاودوا نكملوا الفيلم ديالي بسيط الفيلم الدور اللي لعبت بسيط شنو هو كنظن كاينين بزاف كاين بزاف يعني ديال الناس اللي بحال هكا تيكون طبيب مثلا درس الطب وواحد الساعه كيكمل الدراسه ديالو وكيلقى راسو في شي عروبيه بعيده على المدينه اللي قرا فيها كان هذا هو الدور ديالي هذا واقع يعني جيت وبقى في الحال ان قنط ما مولفش العروبيه ما مولفش كيجيو عندي العيالات كل نهار تيجيو يدوزوا عندي وانا واحد الساعه ما فهمتش يعني كيفاش ديما قالوا لي راه هادو راه ما عندهم ما يدار اما تمشيو للطبيب اما تمشيو للحمام يعني بحال الروتين ديالي الطرائف ديال اللي تيطراو في الفيلم هو تيكون شويه معجب وما تيفهمش واللي عجبني بزاف ان بزاف الناس ضحكوا عليه في العالم الاسري يعني في الانجليز وهضروا عليه في الغوارديان هضروا عليه في الصحافه البريطانيه هضروا عليه والحمد لله فخر كبير فاش كتشوف ان بنادم تيضحك بلغه اخرى تيقرا سوجيتو تيضحك صحيح دونك كنتمنوا ليه ان شاء الله نجاح اخر بحال النجاحات اللي قدم انس في الافلام القدامين نرجعوا نكملوا الحديث ديالنا على الترشيح يعني لجائزه الاوسكار ضمن فئه في افلام الاجنبيه دونك انس الباز للمره الثالثه غادي يكون مرشح من طرف المركز السينمائي المغربي كيفاش كتشوف هذا الترشيح الحمد لله تكلمت عليه ديجا وفخر كبير عجبني الحال الحمد لله كنتمنى انه تختار ضمن الاكاديمي اوارد علاش لا وتكون ان شاء الله ربحها ان شاء الله يا ربي نتمنى لك حد سعيد من الشاشه الكبيره ولا السينما نمشيو للشاشه الصغيره تلفزيون لهاد الايامات مسلسل هينه اللي كيتعرض حاليا على القناه الاولى كل اربعاء حقق واحد النجاح اللي صحيح انا في الاول كان بعض الانتقادات حول الاخطاء التقنيه للفيلم حول يمكن الناس ما فهموش الفيلم ما عطاوش راسهم فرصه ولكن لقى استحسان كبير ديال الجمهور الدور ديالو هو انك غالي واحد الطفل اللي كيعشق الموسيقى الياس انس الباس واش غالي لا هذه كوانسيدونس يعني صدفه جات صدفه وباقي عاقل ان كنا كنصوروا مع السي علي مجبود وكنت كنوريه في التليفون تنسمعوا مره تنقولوا راه تنغني وتنبقاو نضحكوا لان جات صدفه ان غنصور هذا الدور او ميم طون كو غادي نغني لان دي جي فودال كنظن بدينا الخدمه هذه واحد 3 سنين ولا 4 سنين وهينا تصورت في 2019 دونك
دونك هينا مورال هذه زيدها على الاوسكار اللي كيتلاح في سميتها اللي كان لوح الجوكر في وسط الكليب تاع هي ما عرفتش كيفاش امين منى واحد الصباح قال لينا غتلوح الاوسكار جات مع نهار خرج الكليب نهار سبحان الله تيكونوا شي مسائل بحال هكا صحيح صحيح كاين بعض الاشياء اللي ما مفهومهاش ربما كتكون ضربات لحد في وكانوا دوز اوسكار كان كنتفكر لي ان واحد صعيب باش لقيتو بعدا واحد جبتو من درب غلف واحد السيد كيعرف واحد خينا كيعرف واحد الميريكانيه جابوا لها شي واحد من الميريكان مهم والثاني كان عطاه لينا المدير الانتاج الله يرحمه ويوسع عليه اللي مات بسكته قلبيه الله يرحمه ويوسع عليه يونس آية الله الله يرحمه راه كاين في الاخر الكليب تندير واحد لو بيتي اوماج فوالا دونك انس من انس فين كيلقى راسو اكثر في السينما ولا في التلفزيون اولا في الغناء كتجربه جديده صراحه انس عزيز عليه كل شيء اي حاجه اللي ما فيهاش فياق 8 12 6 انس مبدع كيديرها يعني بخاطرو اي حاجه اللي غادي يعني غتعجبو بحال مثلا نعطي رضاعة لبنتي ولا اي حاجه اللي فيها ان بليزير دونك كنظن كنتمنى ان يعني ما يعجب الناس هاد لي بروبوزيسيون اللي كندير لهم اللي ما عجبوش ماشي مشكل يعني راه سي حريه التعبير اي واحد يقدر صحيح ما كاينش انس ما غاديش يسمح في التمثيل هاد النجوميه الباهره ديال التمثيل ماشي الغناء غادي يوفق بيناتهم جوج كيف ما قلتي لا الحمد لله زعما التمثيل الخدمه ديالي عندي تواصل مع منتجين في امريكان وفي الهند ان شاء الله كاينين دي بروجي جايين عندي مزيانين التمثيل الخدمه ديالي عندي ان شاء الله مسلسلات غادي يدوزوا حتى هما في التلفزه المغربيه ما غاديش نتخلى عليه يعني دائما التمثيل حاضر لا التمثيل خدمتي واش اليوم قلتي بان عندك يعني اقتراحات اجنبيه واش اليوم نقدروا نقولوا ان انس كينافس العالميه كنتمنى نقدروا نقولوها لان بدات شويه قبل بدات في 2018 ولا 19 فاش الحمد لله خدينا بري ديال احسن اول فيلم ديال العوده الى بولين اللي هو فيلم فرنسي دور اساسي كنهضر فيه العربيه وبالانكلي وبالفرنسي بثلاثه دور ديال المغربي وبدا من والو يعني بولد لا سيتي ولا لاباس عليه ولا في ابو ظبي وكيبغي يجي هو ومراه امريكانيه معاه كيبغي يرجع عند الاسره ديالو وكيحشم من راسو يعني داكشي موساخ لا سيتي هذا دونك عنده مشكل مع الشخصيه ديالو وكان دور عجبني بزاف واللي ارتحيت ليه بزاف لان كيبين المغربي بواحد الصوره مزيانه كيبين المغربي كيهضر اللغات كيبين المغربي طالع في كات كات نقيقي كيبين المغربي ماشي تيغوريست ماشي قتال ماشي شفار كيف ما تيتروجوا وان شاء الله فين ما كان كما كنقول لك دويت مع منتجين كبار من الخارج وكيقولوا لي تبارك الله عليك راه عندك الحق انك ترفض بحال هاد الادوار وان شاء الله وجد راسك انا عزيز عليا الحاجه اللي كتاخذ الوقت وكتكون مزيانه نقدر ما نصورش هاد العام نقدر مع الكوفيد مع التلقيح مع هادشي ماشي مشكل اللهم نتسناو نديروا حاجه مزيانه صحيح ولا تزرب وتلقى راسك ولهذا يعني ترفضوا جوج ادوار امريكيه رفضتهم يعني على حسب داكشي اللي كيديروا بالمغربي فيهم هو يعني ربما بالصوره او السمعه واحد خاصني يكون انا هو اللي نشرت ديك الافات ديال النرويجيات اللي تقتلوا وانا كنرفض ندير هذه المساله وثاني شيء مساله اخرى المهم بغيتي تحفظ عليها طيب واش اليوم انس راضي على واقع السينما المغربيه كممثل سينمائي مغربي واش قدرات السينما المغربيه انها تزيد القدام من بعد يعني سنوات من محاوله ان فرحان بزاف بالسينما المغربيه كنظن كما قلت لك من ابتداء من 2015 2014 ديجا كان قبل كان الفيلم ديال نبيل عيوش كنظن هو اللي بدا هذا المسار علي زوا من موراه جا كازا نيغرا حتى هو مشينا به تقريبا شي 25 بري جو بونس في العالم ولا 30 المهم داكشي كاين في الويكيبيديا
اخيرا شفت خونا امين منى المخرج اللي قلت لك ديال الكليب ربح احسن فيلم في الاسكندريه. صحيح. وهذا الشيء كيشرف يعني المغرب. وكان كنتمنى عندنا كفاءات كبار في الدراما. يعني فاش كنشوف انا ممثلين يعني عندنا ممثلين كبار كان اش غنقول لك خويي شوبي سعيد بعدي يعني كاع هاد السميات هادو تبارك الله مبدعين وبروفيسيونيل لواحد الدرجه. كنتمنى ان شاء الله كاملين نوصلوا للعالميه لان كيستحقوا ويسون بروفيسيونيل. هذا هو الفرق مثلا انا اللي لاحظت ما بين الاغنيه والافلام. الى لاحظتي كنا درنا ماستر شيف وحنا يعني ماستر شيف سيليبريتي كيكونوا مغنيين وكيكونوا ممثلين لا ديسيبلين ممثل فاش كتقول لي 7 الصباح راه 7 الصباح 8 الصباح الغنى بون على خاطر هذيك ما مولفينش قدر يجي قدر ما يجيش صيفط لي لاسيستون فهمتيني كيكونوا شويه دونك تبارك الله لا الممثلين عندهم لا ريكور تنحييهم كاملين تبارك الله الممثلين المغربيين عندنا كفاءات ماشي ما كيعنيش ان المغنيين ماشي لا 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 كل لكل فن طرا صحيح المغني خصو يكون منتشي وخصو هذا وخصو باش يجي وهذوك لي باغول ديالو ممثل نو خصو يحفظ خصو يجي في وقيته خصو يعرف اللي الا شفتي لي غران زاكتور ليوناردو دي كابريو ولا ما تيهضرش بزاف ماشي يقول السلام عليكم بخير مول الزريعه الماكياج لا تيجي مكونسونطري حيت علاش خاصو يعرف ملي غيدخل جوج ديال لي باج شنو غايقول من بعد غايدور على اليسار بشويه وغايشوف وغايقول دونك تيجي كونسونطري والتمثيل الحمد لله الممثلين المغاربه عندهم هادشي الحمد لله. دونك نتمنى ان شاء الله مزيدا من التالق والازدهار للسينما المغربيه اللي تولي حتى هي كتشاف في العالم العربي وربما في العالم باذن الله. كتبقى اوسي لو كوتي برودكسيون اسمح لي نمسك الهضره اللي حتى هو مشى بعيد يعني كان ما غاديش نقول سميات مي دابا ولاو دي برودكسيون مزيانين يعني كتشوف ملي كتشوف مثلا هينا راه كيصوروا الثمانينات بعض المرات كاين دي كيكون ان ايفور دو برودكسيون والحمد لله كاين واحد 2 3 4 برودكسيون اللي ولاو يعني تيديروا المجهود شركه انتاج ضخمه يعني تقدر تعطينا يديروا المجهود باش يعني يا با ما كاينش شي مبرر اننا منتوج في مستوى يحترم ذكاء المشاهد. هذا هو اللي كان تيطلب الجمهور المغربي دائما وربما الجمهور العربي الجمهور العالمي. علاش علاش مثلا في امريكان كتلقى لوس انجلوس هذيك المدينه سميتها لوس انجلوس الا جينا نفكروا علاش لوس انجلوس سافودير لي زونج لي زونج هذوك الناس سي دي زونج يعني ممثلين مخرجين استغفر الله دايرينهم في واحد الاستديو علاش لان باش بنادم انه يعطيك شي حاجه تكون زوينه خصك استغفر الله ماشي تقدسو مي تكبر به وتخلصو مزيان وتتهلا فيه وتشوف واش باش اوتوماتيكمون هو غيجي حافظ اوتوماتيكمون داكشي غيجي. وكنظن ان المنتجين بداو كيفهموا هذا الشيء دابا الحمد لله وجميع الناس تنشكر يعني المنتجين اللي تنخدموا معاهم البيرو دي دوا دوتور مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاوره اللي داروا واحد الخدمه تبارك الله سيدنا الله ينصرو اللي نايض بالمساله ديال الفنانه الحمد لله كاين اهتمام بالفنان تنشكروا جميع الناس تبارك الله اللي غاديين في وكنظن بان التحق بنا شحتمان ودي جي فودال دونك يدخلوا عندنا البلاطو مرحبا بهم.
عوده لكم مشاهدينا في نفس الجلسه الفنيه مع الفنان ديالنا انس الباز وغيلتحق بنا شحتمان رابر. مرحبا بك على قناه شوف تي في. شكرا على الاستضافه. الله يبارك فيك. مرحبا بك سيدي. اللي كان دار العمل المشترك ديال فيك نسال مع انس الباز. شحتمان كيف كان العمل كواليس العمل ديالكم؟ هي كانت كواليس يعني داخل فيها الطابع ديال يعني الفكاهه والضحك والنشاط، ما كانش بروفيسيونيل بزاف، حيت اناس ملي كيخرج من العالم ديال السينما كيكون كادغي وكيكون سميتو كيبغي يخرج ديك الانرجي ديالو الزوينه ديال النشاط وداك الشيء، كيقول خصني نخرجها في الموسيقى. الموسيقى اصلا هي نشاط، ما يمكنش تكون اكاديميك وثقيل، يعني كندوزوها بالضحك وبالنشاط وكدوز مزيان كتريح ريحته. الاغنيه الحمد لله الحدود الساعه يلاه تطرحات مؤخرا يلاه البارح ناس سمعوا لها عرفوا اكتشفوا شحتمان مع تعامل جديد مع ممثل. بطبيعه الحال انت عندك ريبرتوار خاص، كانت اخرهم اغنيتك غير اشاعه. تماما غير اشاعه. شنو رايك في الراب حاليا في الساحه الفنيه؟ تقدم ديال الراب في الساحه الفنيه اليوم مزيان على لارج بيبليك. الحمد لله كنا احنا من الاولين اللي بدا الراب في المغرب. كان ميم الراب كتقول الراب كيصحابوا شي صابونه خارجه جديده ولا شي حاجه، ما عارفينش شنو هو الراب اصلا. بقينا كنتقاتلوا على هذا لو مومون هذا اللي ولي مسيو تو الموند كيعرف شنو هو الراب. الحمد لله خدمنا عليه خدمه هذه، بحال كنشوفوا هذاك الحلم ديالنا تحقق بينا حنا وبين يعني كاع دوك الناس اللي خدامين معنا وتا الدراري لي جون. حاجه اللي تؤلمني قليلا، اسمحوا لي هذه اللغه العربيه كتخرج حاجه اللي يعني تعز الى نفسي هو ان ما بقاوش المواضيع، وحنا تربينا في الراب المواضيع. حتى في امريكان ملي بدا الراب بدا على الميز العنصري، بداو كيحاولوا ما امكن باش تكون ليغاليتي اونتر لي نواغ لي بلون. هنايا ملي بدينا قضايا مجتمعيه تماما، هنا ملي بدينا الراب حنا كيفاش بدينا وكيفاش ربينا الراب وهكا كيفاش وصل لي جورناليست كبار ولاو كيكتبوا علينا. دي جورناليست سمياتهم كبار بزاف ويعني وعندهم كتب ديالهم كيكتبوا علينا حيت خدينا قضايا. هذا تيار فني كبير كي يعني راه دفاع مجتمعي وبلا سلاح كيدافع على القضايا. اليوم اكيد واخا كاينه ثقافه اخرى ديال تبدل صراحه نوصلوا وسمحوا لي على هذا النمو، هو انه تباناليزا ولا بواحد يعني في واحد ميوعه، واحد كيغني مثلا على بليا ولا كيغني فرحان بهذيك البليا وكيبين لي جون ملي غادي يكبروا غادي يخرجوا على دوك لي جون اللي هما كيكونوا دي فان. واحد مثلا اللي كيحاول ما امكن يبين الاجرام في الزنقه وكذا وحنا واعرين وكنديروا غتخرج على واحد الشباب اللي تا هما غادي يصحابوك نيت بصح كدير الفنان قدوه. الفنان قدوه وتيربي الاجيال كيكونوا تابعينك دي جون. شنو ناقصنا اليوم باش نقدروا نطوروا من الوظيفه ديال الراب كموسيقى كتيار فني كيبني مجتمع؟ شنو ناقصنا اليوم في المغرب؟ ناقصنا هو خاص ما نقدرش نقول اكاديميك، حيت الراب فن ديال الشارع ماشي اكاديميك. هو خاصنا الدراري اللي كيديروا الراب اللي واخدين الشعله يزيدوا يتقفوا راسهم، يعني يقراوا يبوكيني. هما لاج ديال 18 عام 19 عام 20 عام ما نديوش عليهم باقيين صغار، ولكن خاصهم يحاولوا ما امكن يعطيو رسائل قويه، حيت غيكبروا غيندموا كما كبرنا حنا على شي سينجل مشينا سوبريميناهم من يوتيوب، حيت ما كانوش غاديين في النسق الفني. فنان راه كيبقى بحال البانت، راه كيبقى بحال المغني، خاصو يعطي رسائل قويه. نتمنى ان هاد الشباب هادو هما ياخذوا الرسائل القويه. وهذه يعني المنظور ديالك، منظور ديالي ديال شحتمان ولا منظور ديالي، ولكن منظور عام حتى ان اي واحد. واش كتخدم عليه زعما؟ واش لي بروجي ديالك؟ لي بروجي ديالي كنحاول نكيليبغي ما بين الفاك، يعني هذيك الموجه كاع راه كاين فيها كل واحد كيطلع كيسيرفي كيهز السيرف ديالو وكيبدا يسيرفي فوق الفاك باش يوصل لارج بيبليك، وميم طون كندوزو رسائل ما بقاش بديك القوه اللي كانت مع شحال هذه، ولات خفيفه رسائل خفيفه، ولكن كدوز رسائل ماشي يكون بيدون يعني خاوي كاع من الرسائل. هذاك هو وهذا الشيء اللي شفناه في يعني في الجزء ديالك اولا لا بارتي اللي مع انس الباز. شرح لنا قرب الجمهور شويه من الاغنيه ولا بارتي ديال شحتمان. نتمنى اول حاجه ان جميع المغاربه تعجبهم الاغنيه، خسرنا عليها بزاف ديال الوقت من حياتنا، يعني قولوا فاش نعيشوا بعائلاتنا ونديروا سميتو. مشينا دخلنا الاستوديو سدينا علينا بقينا خدامين واحد الايام ديال 15 يوم باش كنقدوا الاغنيه. ملي كملنا الاغنيه دخلنا ليطاب ديال الكليب، عرفتي بريباراسيون ديال الكليب شحال تخسرات عليه ديال الفلوس، الكاستينغ، الناس اللي جاوا، يعني تخيلي ان كاين واحد المجهود مجهود كبير. ماديا ومعنويا. وكنشكر رياض رياض برودكسيون على لا برودكسيون ديالنا اللي تاحوا لنا كاع لي مويان، يعني
جابوا لنا كاميرات الاخرين باش كيصوروا، جابوا لينا يعني عمل يحترم شروط المهنيه وشروط يعني تماما تماما. نتمنى ان المغاربه يعجبهم. حافظنا على تكون مغربيه واخا موسيقى الكترونيه، وكنسلم دي جي فوضل اللي دي جي انترناسيونال وغيتحق بينا بعد الثواني تماما. دي جي اللي عالمي يلا دخل المغرب باش يحاول يبين يعني يبين الكفاءات ديالو هنا في المغرب، اما برا كيعرفوه بزاف. فوالا يعني خدمنا خدمه كبيره، كليب كبير. دابا بقى غير ليطاب ديال الجمهور. الجمهور كنطلب منكم يعني تدخلوا تبارطاجيو معنا وتحاولوا تعطيونا انتقادات ديالكم باش حنا نديفلوبيو، ماشي ديما حنا عندنا الصحيح. بعض المرات حنا كنغلطوا، وحاولنا يكون نقي، يكون عائلي، يدوز التلفازه، يدوز في كاع المنابر، ويكون هادف تماما. واخا كندويو على واحد البنت، دابا انت غتعاود لنا القصه ديال 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 السينجل ديال السينجل لو كليب بليتو. القصه ديالو هو انس الباز دخل واحد نخرج من الشومبر ديالو ويلقى واحد بزاف الناس دايرين الفيستيفيتي عندو في الدار، وهو فراسوش كيقلب على واحد البنت. هذيك البنت كتهرب ليه من قنت لقنت، كيقلب عليها من قنت لقنت. هذيك البنت كيبغيها مالغري كاينين بزاف ديال البروفوكاسيون عند بناس اخرين بغاو يعني يضحكوا معاه ويسميتو هذا ديروا معاه شي دردشه، ولكن هو كيقلب هذيك البنت. ولقاني انا كنبوكسي بوكسور في واحد البلاصه وكسرت راسي الصحه، وانا ما امكن نبدلو واحد شويه من ديك النمطيه اللي كتكون في الكليبات ديال الشارع، زناق الطوموبيلات، الكلاب، وداك الشيء. حاولنا نديروا شي حاجه اللي تكون كلاس وترضي جميع الاذواق، ونتمنى ان الجمهور المغربي يصبر علينا ويقبلوا علينا ان شاء الله. شحتمان شنو اخر كلمه لجمهورك والناس اللي تيبغيوك بنهايه سنه 2020 شنو تبغي تقول لهم؟ اول حاجه كنشكر شوف تي في على هاد الانيسياتيف وعلى هاد الاعراض اللي عرضوا علينا. مرحبا بكم، كنشكرك انت خصيصا. شكرا فيك. ثاني حاجه كنتمنى ان هاد الوباء يتحيد، حيت راه وقفوا لي فيستيفال، وقفوا الناس اللي الممولين ديال الحفلات، وقفوا بزاف الناس، وقفوا اللي عندهم الناس القهوة، بزاف ديال عباد الله كلشي لاحقه في المغرب وفي العالم كامل. بيان سور كنتمنوا هذا الوباء يرفع علينا الله، وان الناس يديروا الفاكسان، ما تخافوش من الفاكسان باش كلشي يتشافى ان شاء الله باذن الله، حيت هو الحل الوحيد اللي عندنا. سينو غنبقاو غاديين واحد عامين وثلاث سنين اخرى ان شاء الله. فوالا نتمنوا هذا الشيء 2021 نتمنوا تكون مزيان. وعندي واحد كلمه بعجاله غنقولها، هو بزاف الفنانه يعني مغني فنانه ممثلين حاولوا يديروا الغناء وما صدقش ليهم، حيت هما بغاو يديروا الغنى، بغاو يجربوا. اما بالنسبه لاناس الباز كان بدا صغير قبل ما يبدا يمثل كان كيغني غير ما شدش ليه حلم الطفوله هو كيف ما قال لينا تماما. الوغ ملي دار السينما عطاته بزاف، ولكن بقى عنده هذاك الهوب، بقى عنده الحب يعني ملي كيدخل للموسيقى حقاش هي الحب الاول ديالو وهي الاولى اللي بقى ناس يعاونوا الحمد لله. وان شاء الله غادي تكون الاغنيه ناجحه ونعقبال اعمال جديده ان شاء الله، ونتلاقاو بك مره اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا على السيده، مرحبا بك. وغادي نستقبلوا مره اخرى دي جي فودال اللي كان تعاون صديق الطفوله ديال انس، واللي كان تعاون ديالهم فيك نسال حتى هو. تسناو رجعنا لكم مشاهدينا في نفس الجلسه الفنيه، وهذه المره مع دي جي فودال. مرحبا بك دي جي. شكرا، كنشكركم على الاستضافه، ونهار كبير هذا. الله يبارك فيك. دي جي فودال هو دي جي عالمي، عنده اعمال عالميه، دخل المغرب باش يبان في الساحه الفنيه، باش التجربه ديالو يتقاسمها مع فنانين مغاربه. وكانت البدايه مع الممثل انس الباز اللي دخل ولج لصديق الطفوله ديالك. نعم، غتعاود لينا على كيفاش انس الباز دخل الغناء، وكيفاش جا هذا التعاون ديال فيك نسال. اون فيت كنا حنايا
صحاب بحال قلتي ولاد الحومه وهو كان كيغني الصول كان كيغني بزاف ديال الانماط البلاك ميوزيك هذا وانا كنت كنصاوب لي بيت بواحد السيمبلور قديم فهمتي دونك داكشي من لونفونس من بعد تفارقنا كل واحد مشى دار المسائل ديالو ومشى قرا السينما في اليونيفرسيتي ان فرانس انا مشيت كنتكون في شي حوايج كيتعلقوا بالليفينمونسيال ابري جي ريبري لا ميوزيك ومن بعد فاش رجعت للمغرب بواحد شي باجاج نتمنوا يعجب الناس ما كان الاخ ديالو وان فيت الفضل كرجع الاخ ديالو عصام الباز هو اللي بروبوزا عليه قال لي اودي راه سي فضل راه جا راه خاصك دير معاه شي حاجه وانت باقي باغي تغني وتبارك الله السي انس في هذيك الوقيته كان مشغول شويه ولكن تلقى الفكره زعما بلي بغا اوفير وعجباتو و اون ا كومونسي نوت افونتور في هذيك الوقيته اون 2018 تقريبا وبقينا غاديين كنسجلوا والحمد لله دابا يلاه تخرجنا نوت برومي بيبي الله الله ان شاء الله ينجح ويحقق هذاك الشيء اللي بغيتو وفق الجهود ديالكم اللي درتو سي بدر كيفاش شنو الجديد اللي ممكن تضيف للساحه الفنيه شنو الافكار الجديده اللي عندك باش نزيدو نطوروا هذا المجال هذا اولا راكي عارفه في الموسيقى الاذواق لا تناقش صحيح ولكن ولا بد فاش كتكون فنان خاصك تلبي شويه الرغبات ديال الجمهور الا سمعتي بان الجمهور واقف على شي انماط جديده خاصهم يتلعبوا هنا عندنا في البلاد خاصنا نلبيو لهم الرغبات دونك خاصنا نديروا لهم شي حاجه جديده بغاو يسمعوها واصلا تبارك الله الساحه الفنيه عامره عندنا بلي طالون بالمواهب وكاين لا كاليتي تبارك الله عندنا لا كاليتي في الغاب عندنا لا كاليتي في بوف تراب بزاف ديال هذا تبارك الله غير اون نيفو مثلا ديال الغاب راه تبارك الله المغرب راه واصل لواحد المرتبه عالميه لي زاميريكان مهتمين باللغات ماروكان فواحد الوقيته اللي كان لغه فرونسي هو اللي مكلاسي الثاني مي دابا تبارك الله المغرب شي حاجه زوينه الحمد لله وجينا باش نخدمو فيه باسكو كاين ما يدار تبارك الله طيب كاين شي تعامل فني ديال دي جي فودال مع مغنيين ولا فنانين ان شاء الله ان شاء الله ولكن شي حصري القناه شوف تي في ولكن كنفضل ما نحرقوش لي زيتاب نبقاو دابا فيك نسال وان شاء الله ما جاي غير الخير وانا كنوعدكم دابا لا بروشين كولابوراسيون غادي نعطيها لكم اون اكسكلوزيفيتي ان شاء الله شنو تقول لانس الباس في اول تجربه ليكم اللي باقي عندكم اعمال بجوج وغطرحوها بجوج ان شاء الله انس الباس سي واحد الانسان تبارك الله عليه عنده واحد جاد في الفن ما كيعرفوا غير لي بروش ديالو منهم انا كنعرف الجاد ديالو في الفن وشنو يمكن ليه يدير في الفن وشنو يمكن ليه يدير في الفن عامه وشنو يمكن ليه يدير في السينما وفي الموسيقى لان خلق للفن هذاك السيد خلق للفن تبارك الله عليه وانت سي دي جي فودال نتمنوا لك ان شاء الله نجاحات فنيه باهره ان شاء الله في المستقبل شكرا حيت شرفتينا مشاهدينا حنا وصلنا لنهايه البث ديالنا نضرب لكم وعيد جديد مع فنان جداد في حلقه جديده شكرا للمتابعين قناه شوف تي في